العوامة واحدة من أشهى الحلويات الشعبية السورية، وتعرف أيضا باسم لقمة القاضي، وتشتهر بها قرى ريف حماة لطعمها اللذيذ وسعرها المقبول. بكل عام وانت بألف خير. نحن منصنع العوامي. العوامي عنا أكل شعبي، أكثر شيء مطلوب عنا برمضان، وهي العوامي تنعمل على مراحل. نحن ضيقت العجي تبعنا طحين، نشا، سميد فرخة، نخلطهم كلهم مع بعض مع الخميرة اللي بنحطها بجاني هاي ومنشجنها. هلا قصة للعجين، بنحط العجين نحن بها المكبس وبنغطيه ومنقطعه، بتعطي تقريبا 88 حبة. هاي بنحطها على الغاز. هلا بعد ما خلصنا استوت قليل من الزيت بنحطها بالقطر. مطلوبة هاي العوامي ومطلوب المشبك، لانه اول شغله الحلويات رخيصه خاصه بهالايام هي وبهالغلاء الموجود يعني مقارنه بالحلويات الثانيه يعني. واهلا وسهلا فيكم وان شاء الله رمضان كريم. وتبقى العوامه من اكثر طقوس شهر رمضان المبارك حضورا، والتي تحرص العائلات في حماه على ان تكون حاضره بتفاصيلها وطعمها الشهي. للأخبارية السورية علي شحود، حماة.